مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في الفيديو ده هنحلل الحلقه الاولى من مسلسل مس مارفل ونتكلم عن اهم الايستر ايجز اللي كانت موجوده في خلال الحلقه دي، فمن غير كلام كتير نبدا. عندنا اول حاجه في الانترو بتاع مس مارفل بنشوف ان هو في مشهد لدكتور سترينج ضد جرجانتوس من فيلم دكتور سترينج 2 بيبقى موجود في الانترو بتاع مارفل، وبالله على الحرف بتاع الام لكلمه مارفل بنشوف لقطه من الحلقه الاولى من مسلسل مون نايت، واللوجو بعد كده بنلاقي ان هو بيتحول للوجو كرتوني، وتحت اللوجو الكرتوني ده بنشوف استيكرات لهالك، وعلى اليمين بنشوف جوريلا مضغط الجزء اللي فوق منها والجزء اللي تحت، وعلى حسب اللي انا فهمته عشان يعني المسلسل بيتكلم عن عيله مسلمه وعادات وتقاليد والكلام ده، والمفروض انه الكلام ده عيب يعني، وكمان برضه عشان المسلسل ده للاطفال. وحسيت برضه من النقطه دي ان هو المسلسل تقريبا هيبقى حوالي 85% منه متاثر بالطابع الاسلامي عشان يحاولوا يكسبوا الفئه بتاعه المسلمين. برضه بنشوف بعد كده حيوان موجود في النص، وده نفس اللي ظهر في الفيلم بتاع شانك تشي، ثم بعد كده بشكل كرتوني نشوف المعركه بتاعت اند جيم اللي هي الفاينل باتل لما كان كل الافنجرز ضد سانوس والجيش بتاع سانوس برضو، وكذلك برضو بنشوف الدرع بتاع كابتن امريكا المكسور اتعمل له ريفرنس هنا برضو في المشهد الكرتوني ده. بتظهر بعد كده كميه بوسترات كتيره جدا لكابتن مارفل اللي هي المفروض القدوه بتاعت كمالا، وحتى كمان على الكمبيوتر بيظهر مشهد ليها وهي بتتحرك ببرنامج رسم، واظن الكل عارف برنامج الرسم ده اللي هو موجود على كل الويندوز سواء حتى ويندوز اكس بي او ويندوز 10 اللي هو القديم او الجديد. بس المشكله هنا في النقطه دي ان هو برنامج البنت ده او الرسام الستايل بتاعه المفروض بتاع ويندوز اكس بي، وعلى حسب الجهاز بتاع الكمبيوتر الموجود قدامنا المفروض الويندوز اللي موجود عليه هو ويندوز 10. غلطه بسيطه يعني عادي ممكن تعدي. بنشوف فيه صوره بيظهر فيها سكوت لانج وهو بيتكلم في مايك، والمفروض ده زي بودكاست وممكن يكون حصل فعلا في الام سي يو، واللي انا متوقع انه ممكن يكون حصل فعلا كمشهد انه سكوت لانج راح اتكلم مع بودكاست وحكى لهم على الاحداث بتاعت انفينيتي وور واند جيم، او اكتريه الاحداث اللي هو حكى عنها هتبقى بتاعت اند جيم، لان احنا فعلا ما نعرفش الناس عرفت منين انه توني ستارك مات وانه كابتن امريكا تنحى خلاص عن الدرع بتاعه سابه وادال سام ويلسون، وكل الاحداث اللي احنا شفناها في اند جيم الناس فعلا عرفت الاحداث دي منين، وموت بلاك ويدو برضه، فاكيد في حد من الافنجرز حكى الموضوع ده، فتقريبا هيبقى هو سكوت لانج، وهنعرف الحوار ده في اول فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا. بنشوف بعد كده الحركه بتاعه تفجير سفينه سانوس، ودي نفس الحركه اللي كابتن مارفل عملتها برضه في اند جيم، ولكن حركه ضرب سانوس تعتبر هي غلط لان المفروض في اند جيم هو سانوس ضربها بالحجر بتاع القوه في وشها، ومن بعدها احنا ما شفناش تاني، هي خدت الضربه وجريت. بنشوف بعد كده اصحاب كمالا اللي هم برونو وناكيا، وبنشوف اخوها امير برضو، وجنبهم سؤالين مهمين كل الناس كانت قاعده بتقولهم بخصوص كابتن مارفل، واول سؤال اللي هو فين كابتن مارفل، والسؤال الثاني هل هي تخلت عن الارض ولا لا، ولكن ساعتها بنشوف كمالا ان هي بترد وبتقول ان هي ممكن تكون خدت استراحه، ولكن الاجابه اللي احنا عرفناها من كابتن مارفل نفسها هي قالت نص ان هو في كواكب تانية محتاجه ابطال او لازم يعني ان هي تروحها. بالنسبه للنقطه بتاعه ثور وهو قاعد بيلعب او ثور يعني وهو جيمر، دي تعتبر ريفرنس على فيلم اند جيم لما برضو شفنا ثور وكورج كانوا الاتنين قاعدين بيلعبوا فورتنايت. بالنسبة لجملة الحلقة بتتذاع كل يوم اربع، فدي ريفرنس على ان مسلسل ميس مارفل فعلا بتنزل كل حلقة منه يوم الاربع. وبنشوف التعليقات بتاعت الفيديوهات بتبقى الناس اللي عاملاها هي ناكيا وبرونو على اساس يعني ان هم مش عارفينها، كان هو يعني من الدعم ان هم بيدعموها على القناة بتاعتها. وبنلاحظ بعد كده ان اسم القناة بتاعت كمالة هي سلوس بيبي برودكشن، الصراحة انا عن نفسي حاولت ادور عليها على اليوتيوب بس هي مش حقيقية، على عكس الموقع بتاع ديلي بيوجل اللي هو كان موجود في سبايدر مان فار فروم هوم وسبايدر مان نوي هوم، فقلت ممكن مارفل تعمل قناة يوتيوب برضو، لكن لما دورت ما لقيتش اي قناه تخص مارفل باسم سلوس بيبي برودكشن او قناه يعني الكمالة او كده. بنشوف بعد كده امير اخو كمالة بيسمي قبل ما هو ما ياكل وبياخد وقت طويل جدا وقاعد بيسمي، وابوه يوسف ساعتها بيقول له ان هو لازم يسرع صلاته قبل ما الاكل ما يبرد، وهنا احنا دخلنا في سكه الدين بقى وش. وبعدها امير بيقول له ربنا يغفر لك، ومعرفش ليه حسسني ان انا قاعد بتفرج على فيلم مرجان احمد مرجان اللي هو ايه يا جدعان انتوا هتتخانقوا ولا ايه. ونقطه الدين دي انا هتكلم فيها في اخر الحلقه، وتقريبا كل الحلقات التانيه برضه هنتكلم في الدين في اخر الحلقه عشان في الاول نتكلم عن الاحداث وفي الاخر خلاص نتكلم عن الحوار بتاع الدين وايه النقط اللي في كل حلقه اتكلموا فيها عن الدين ده في حاله ان هي النقطه دي اتكررت كتير، فكده كده هنتكلم عن النقط دي فمحدش يقلق. بيظهر بعد كده الانترو بتاع الحلقه واللي هو باسم ميس مارفل، وبنشوف اول تصميم موجود في الانترو واللي هو بتاع كابتن مارفل على اليمين وانت مان فوقها على الشمال، وحسيت ان هو كابتن مارفل وانت مان الاثنين دول ممكن يعملوا فعلا كاميو في المسلسل على الاقل كمان في الحلقه الاخيره، لان المفروض ان احنا هنربط المسلسل ده بالام سي يو، والمفروض برضه هيبقى فيه تمهيد كبير جدا للفيلم بتاع ذا مارفلز اللي المفروض كمالا خان اتاكدت ان هي واحده منه. بنشوف بعد كده التيشيرتات اللي كمالا لابساها بيبقى مكتوب عليها نفس الكلمه اللي قلتها ساعه تحليل الاعلان واللي هي ليديز ليتس جيت انفورميشن، نفس الجمله اللي انا قلتها ساعه تحليل الاعلان برضو، وزي ما ذكرت مرسوم عليه برضو نفس الرسومات بتاعه ذا واسب وكابتن مارفل والفالكري.
شغل فيمنست يعني من الاخر. بنشوف بعد كده كلام منيبه اللي هي ام كماله مع كماله، بتقول لها فيه ان هي من سلاله او عيله من حالم اليقظه المتوهمين او غير الواقعيين. وفي اخر الحلقه او الحلقه التانيه برضو بنشوف ان هي كماله فعلا بتتخيل حاجات لوحدها بسبب الاساور اللي هي بتلبسها، وبتذكر ان هي امها كانت كده برضو واللي هي تعتبر صاحبه الاساور، وام منيبه دي اللي هي المفروض جده كماله. بنروح بعد كده للمدرسه بتاعت كماله واللي باسم كولز اكاديميك، والاسماء اللي موجوده تحت الاسم بتاع المدرسه تعتبر هي كلها اسماء لناس ساهمت في عمل الكوميكس بتاعت ميس مارفل وساهموا في عملها يعني. ولما بندخل المدرسه بنشوف في بنتين بيبقوا قاعدين بيتكلموا وبيمنعوا كماله ان هي تجيب الكتاب بتاعها من الخزنه بتاعتها، ودول شكلهم الاتنين شواذ يعني من هيئتهم ان هم شواذ. وغير كده برضو ممكن حاجه زي كده تحصل في المسلسل كنوع يعني من دعم الشواذ، لان مارفل قاعده بتدعمهم كل شويه. وبنشوف بعد كده في بوستر مكتوب عليه دريم بيجر، ممكن يكون ريفرنس على ان كماله فعلا متخيله حاجات اكبر منها، زي ان هي كانت قاعده بتتخيل ان هي كابتن مارفل وان هي زي قدوتها والكلام ده كله اللي احنا بنشوفه في المسلسل. وبنشوف بعد كده كماله بتخبط في صاحبتها اللي اسمها زوي زيمر، وبنشوف السلسله بتاعت كماله اللي هي المفروض مكتوب عليها اسمها بالعربي، وبتعرف ساعتها زوي ان هي مكتوب عليها اسمها بالعربي لان هي تعتبر مسلمه، وبعدها زوي بتسيبها وبتمشي. بالنسبه للناس بقى اللي قالت ان زوي مشيت عشان عرفت ان كماله عربيه او مسلمه، فيصلا عن نفسي انا مش شايف اي مشكله في الكلام ده، لان انت لو انت ركزت هتلاقي ان زوي زيمر وهي قاعده بتتكلم مع كماله هي اساسا ما كانتش عارفه هي هتقول ايه، الاتنين واقفين مش بيتكلموا. فانا مش شايف ان دي اهانه للعرب، على ان الاجانب كل ما يشوفوا واحد عربي هيسيبوه ولا الكلام ده كله، الاتنين كانوا واقفين فعلا لو انت ركزت مش بيتكلموا، فايه اللي هيخليهم ان هم واقفين مع بعض؟ يعني انت لو واقف مع صحابك مفيش حد فيكم بيتكلم هتفضلوا واقفين؟ ما اكيد كل واحد فيكم هيمشي عشان يشوف مشاغله، دي حاجه بالعقل. بنشوف بعد كده في ورقه مكتوب عليها داستن، وده برضو اتكلمت عليه ساعه تحليل الاعلان، ومفروض ده واحد من الناس اللي عملوا الست او مكان التصوير بتاع مسلسل ميس مارفل، وكمان برضو عمل لاعمال تانية لمارفل زي انت مان وكابتن امريكا سيفل وور. بنروح بعد كده للمكتب بتاع المدير اللي اسمه مستر ويلسون، وبنشوف ساعتها ابن مستر ويلسون هو المدير، وبنشوف عنده بوسترات كتير جدا تقريبا كلها بوسترات تحفيز برضو، ومنهم في بوستر طويل مكتوب عليه يو كان توتلي دو ذس، او بمعنى اصح انت تقدر تعمل كده يعني، من الاخر يعني بوستر تحفيزي. وتقريبا كده كل البوسترات التحفيزيه خلال المسلسل ده اللي احنا شفناها او هنشوفها هتبقى كلها عشان دعم ميس مارفل، او عشان يعني تقدر ان هي تبقى واثقه في نفسها. وبنشوف بعد كده مستر ويلسون بيكلم كماله وبيفكرها بلحظات قديمه، ومن ضمن اللحظات دي مره وهي قاعده بتلعب كره سله وبتتخبط في دماغها، وده ريفرنس على نفس الخبطه اللي المدرب بتاعها قالها لها اول ما هي ما كانت لسه داخله المدرسه. بنشوف بعد كده المتجر او المحل بتاع سيركل كيو اللي هو موجود برده في الكوميكس، وزي ما قلت كماله كانت معتبره المقر بتاعها. ولما كماله بتيجي عشان تسلم على برونو بنشوف فيه كيو ار كود، لما انت بتيجي عشان تصوره بيوديك لكوميك لميس مارفل اصدار 2014 العدد رقم واحد، وده بالمناسبه نفس الكوميك اللي بتظهر الصوره بتاعته في اخر الكريديت اللي هي موجوده في اخر الحلقه. بنشوف على الحيطان اللي موجوده في الشوارع رسومات لشخصيات الام سي يو، ولكن بالستايل بتاع كابتن مارفل، يعني ما انا صح احنا بنشوف الخوذه بتاعت كابتن مارفل في الاول والنجمه بتاعتها برضو، وبعد كده بنشوف البدله بتاعت ايرون مان بالستايل برضو بتاع كابتن مارفل، وبنشوف كابتن مارفل بالحركه بتاعت دكتور سترينج من انفينيتي وور ودكتور سترينج 2، وبعد كده بنشوف كابتن مارفل بالدور بتاع الفالكري وعلى الحصان برضو بتاع الفالكري، وطبعا العالم واضح مش محتاج ان انا اتكلم عليه. بنشوف رسمة تانية برضو لنفس الشخصية، وبنشوف في رسمة تانية لكابتن مارفل بس النسخة الزومبي، وفي الآخر بنشوف كل الرسومات بتاعت كابتن مارفل بتتجمع في الآخر في رسمة واحدة أو على حيطة واحدة. بنشوف بعد كده كمالة في البيت لما بتيجي عشان تمسك الأساور بتاعت جدتها، بنشوف أمها بتقول لها إن هي دي خردة وبتخلي أخوها إن هو ياخدها ويخبيها ويشيلها يعني بعيد عن كمالة، وبصتها أصلا للأساور دي بتحسسني إن هي أمها عارفة حاجة عن الأساور، كأنها عارفة سر ومخبياه، أو هي مجربة الأساور دي أو هي مش عايزة إن هي تتكلم عنها، وقاعدة بتقفل الكلام مع بنتها عشان تقريبا الأساور دي حاجه خطر وهي مجرباها. بنشوف ان هو الستايل الغالب في المسلسل ده هو الستايل الباكستاني والستايل الهندي، وده باين من هدومهم والاغاني اللي قاعدين بيشغلوها، والله اعلم ممكن يكون ليه علاقه برضه بنوع الدين اللي هو الدين الاسلامي الهندي او الباكستاني. بنرجع للبيت بتاع كماله وبنشوف ان هو برونو موجود في البيت، وتقريبا كده كماله معرفه اهلها على برونو او هم عارفينه من ساعه ما جوه المنطقه يعني، ثم بنشوف بعد كده ان هي ام كماله بتجهز له اكل عشان يديه لجدته، فكده برضه هم عارفين اهل برونو. وبالنسبه للنقطه بتاعت الاكل دي، يا اما هي فعلا مجهزه الاكل من بدري من قبل كده يعني، او هي ممكن تكون الشخصيه دي هنعرفها قدام وممكن تكون شخصيه تقيله في المسلسل، والله اعلم ممكن يكون ليها علاقه برضه بالحوار بتاع الاساور، ويمكن برضه تطلع امها ان هي ميوتنت او متحوله، لسه نعرف الكلام ده قدام. بنشوف بعد كده الجاكيت اللي كماله لابساه بيبقى لونه بنفسجي، وده ريفرنس على نفس اللون بتاع القوه بتاعتها اللي بنشوف كماله ان هي بتستخدمها برضه قدام. وكمان هو قاعده بتتكلم بنشوف ان وراها في لوحه مكتوب عليها الله لا اله الا هو الحي القيوم، كتلميح يعني عشان يفهمك ان هم مسلمين وحاجه عامله زي عرب، لكن هم اساسا مش عرب، يعني هم من فصولهم مش عرب،
وده باين في الستايل بتاعهم وطريقة كلامهم كمان. وبنشوف ان هي كمان لما بتيجي عشان تقول اسم كابتن مارفل، امها بتقول لها استغفر الله عشان بتقول ان لبس كابتن مارفل ضيق وده حرام يعني في الدين عندنا وكده. ونقطة الدين دي برضو من اولها لاخرها موضوع تاني هتكلم عليه بعدين، المهم بس نركز على الاحداث. بالنسبة بقى لنقطة الباب ان هو اخو كمالة دخل عليها من غير ما يخبط، ففي ناس قالت كلام غريب زي انه ده تلميح من مارفل على ان احنا كعرب او مسلمين مش بنعترف بحاجة اسمها خصوصية. والمصيبة الاكبر من كده انه في ناس ربطتها بزنا محارم وحوارات غريبة كده، انتوا متخيلين الكلام وصل لحد فين؟ بس ده برضه هتكلم عليه في الاخر. بالنسبه للبوستر بتاع كابتن مارفل اللي هو ورا كماله، فده المفروض لكوميك اسمه كابتن مارفل اصدار 2012 العدد رقم 5. بنشوف بعد كده مشهد لكماله وهي قدام المرايه لابسه البدله بتاعت كابتن مارفل اللي هي عملتها، وبنشوف فوقها ان هو في بوستر لكابتن مارفل، وده حسسني ان هي كابتن مارفل فعلا ممكن تظهر برضه في المسلسل. انا كده قاعد بشك كتير ان هي فعلا ممكن تظهر او تعمل كاميو، او على الاقل ممكن تظهر وتساعد كماله زي سبايدر مان هوم كومينج لما توني ستارك كان موجود في الفيلم وبيساعد سبايدر مان. بنشوف بعد كده ام كماله بتوافق ان هي كمان تروح المعرض بتاع الافنجرز بس مع ابوها اللي هو بيبقى لابس اخضر زي هالك ومتنكر في الهدوم بتاعته، وده حسسني ان هو في اشاره برضه ان هي ممكن تقابل هالك قدام، ولو فعلا كمان قابلت هالك فتقريبا هتذكر برضه الموقف ده تاني، وده مجرد توقع مني لقدام. بالنسبه للشفره اللي بين كمالة وبين برونو اللي هي الشفره بتاعت نهر هيدسون، فدي المفروض ريفرنس على اول عمليه انقاذ لميس مارفل هي عملتها في الكوميكس، وفي الكوميكس وقتها هي انقذت زوي زيمر لما كانت هتقع في النهر بتاع هيدسون. بالنسبه بقى للمشهد بتاع كماله هي وبرونو وهم موجودين على السطح، انا عايز احلله على حسب اللي انا فهمته. بالنسبه لتحليل الاعلان انا ساعتها قلت انه في بوستر لايرون مان موجود تحت رجل برونو ومازال فعلا موجود في الحلقه دي، وكمان بنشوف جنب برونو في يافطه مكتوب عليها بالنيون الكترونيات ادسون، وده حسسني انه برونو فعلا ممكن يبقى ليه مكانه قدام كتوني ستارك او يعمل اختراعاته كده، او ممكن برضه يبقى ليه ظهور في المسلسل بتاع ايرون هارت، خصوصا انه في تسريبات واخبار شبه مؤكده ممكن تتاكد قدام برضه عن ظهور ايرون هارت في فيلم بلاك بانثر 2. بس المهم يعني لو هي فعلا ظهرت في الفيلم فحاسس انه ممكن يبقى ليها علاقه ببرونو وممكن الاتنين يتقابلوا قدام، وعلى الاقل نشوف انه الاتنين بيساعدوا بعض لان الاتنين دماغهم شغاله وبيعرفوا يعني ان هم يخترعوا حاجات وكده. وبالنسبه برضه لليافطه نيون فهي مكتوب عليها كلمه ادسون، وده يعتبر ريفرنس على اول فيلن لكمال خان في الكوميكس واللي كان اسمه ذا انفنتور، وده كان اول ظهور ليه في كوميكس ميس مارفل العدد رقم 5، وده كان يعتبر نسخه مقلده من توماس اديسون، ممكن برضه نشوفه قدام. بالنسبه لكماله وهي بتقول فوتون جلوفز او الجوانت يعني بتاع الفوتون، فده يعتبر ريفرنس على مونيكا رامبو واللي احنا عرفناها في المسلسل بتاع واندا فيجن باسم فوتون، وده اسمها في الكوميكس، وساعتها هي اكتسبت الاسم ده لما هي اكتسبت قوه جديده، وده اللي بالمناسبه حصل برضه في المسلسل بتاع واندا فيجن، وكان ساعتها كتمهيد ليها عشان هي تلعب الدور بتاعها برضه من الكوميكس اللي هو الدور بتاع فوتون او فوتون يعني مش هتفرق. وطالما هي اتذكرت هنا فممكن يبقى ليها ظهور برضه مع كمال خان هي وكابتن مارفل، فالاتنين دول ممكن يقابلوا كمال خان. بنشوف بعد كده في تلميحات سريعه على شخصيات قديمه احنا عارفينها، زي كده جوه الاوتوبيس بنشوف في واحده لابسه نفس اللبس بتاع البنات اللي كانوا موجودين في كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، البنات اللي هم كانوا قاعدين بيرقصوا، وبنشوف في واحد قدامها لابس البدله بتاعت كابتن امريكا، وبنشوف في واحده جنبها لابسه كوسبلاي لدكتور سترينج، وجنبها الناحيه الثانيه في واحد لابس زي هوكاي، وفي صور لواحد متنكر في هيئه توني ستارك، وواحد تاني في هيئه نيك فيوري، وواحد في الدور بتاع انت مان، وواحده متنكره في هيئه روكيت من الجاردنز اوف ذا جالاكسي، وناس كتير برضه جوه المعرض. وهنتكلم دلوقتي على اليوم بتاع معرض الافنجر اللي باسم افنجرز كون. بالنسبه لكمالة وهي بتجهز الكوز بلاي او اللبس التنكري بتاعها والاساور برضو بتاعت جدتها وبتحط الحاجات دي كلها في الشنطه، ده مش معناه على حسب بعض الناس ما قالت ان كمالة كده بتهرب من بيتها والكلام ده بيحصل في الاسلام ومارفل عايزه توصل كده وده عار ودي مشكله والكلام ده كله. والصراحه هنا ليفل الهبد عالي قوي، ايه علاقه الاسلام بان هي كمان عايزه تروح معرض بان هو الكلام ده عار على الاسلام؟ اللي جاب الاسلام للكلام ده كله انا مش عارف، وهتكلم برضه على الحوار ده في الاخر. بنروح بعد كده للمعرض بتاع الافنجرز واللي بيبقى موجود في نفس المكان بتاع نشأة كابتن امريكا في اول فيلم اللي هو كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، نفس المكان اللي هو كان بيتدرب فيه ونفس المنشاه العسكريه واللي هو بالمناسبه اسمه كامبلي هاي. وبنشوف انه في عربيات موجوده هناك شبه نفس العربيات من فيلم كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، وفي تمثال لكابتن امريكا موجود جنب البوابه بتاعه الدخول. بنشوف اول ما احنا بندخل المعرض في بدله الايرون مان اللي هي مارك 85 من فيلم افنجرز اند جيم، نفس البدله اللي هو كان عاملها بالتقنيه بتاعه النانو. وبنشوف على الشمال في مجسم لبلاك ويدو وجنبها في مجسم لانت مان، وفي جمله بتظهر مكتوب عليها هالك وتقريبا الكلام المكتوب جنبها هتبقى اشياء دمرها هالك او حاجه زي كده، لان احنا بنشوف انه في كميه كراكيب موجوده هناك
بتبقى متدمره، فتقريبا دي حاجات كده زي تذكار لاشياء مثلا هالك كسرها فهم جايبينها في المعرض. وسريعا كده بنشوف في مجسم لدكتور سترينج بنفس الوضعيه اللي كان بيهرب بيها من كايسيليوس في الجزء الاول، وبنشوف جنبه موجود سكارلت ويتش تقريبا بنفس التصميم بتاع اند جيم بنفس الجاكيت الاحمر. بنشوف بعد كده في لقطه سريعه ذا ريلم اوف اسجارد، وده تقريبا ريفرنس على فالهالا من افلام ثور اللي احنا كنا بنسمع اسمها قاعد بيكرر كتير. وبنشوف في كوبايات او مجات عليها الاستيكر بتاع ثور كريفرنس على الكوبايات اللي ثور كان بيشرب فيها وكان بيمسكها بيكسرها، وفي رسمه كمان لكابتن امريكا كريفرنس على الجمله اللي قالها في اند جيم واللي بتاعت امريكاس اس. وبنشوف في اقنعه الانت مان واكشن فيجرز برضو، وبنشوف في واحد متصور وسط بنات وماسك رمح من اللي هم بيمسكوه في واكاندا، وجنبه في واحده لابسه الدرع بتاع كابتن امريكا. واللي فهمته هنا ان هو ده ريفرنس على ان عندنا في الام سي يو كابتن امريكا بقى واحد اسمر وهو اللي بقى ماسك الدرع واللي هو سام ويلسون. بنشوف بعد كده في بوستر محطوط لايرون مان وجنبيه بلاك ويدو ومكتوب عليه شكرا لتضحياتكم، وده ريفرنس على اللي حصل طبعا في اند جيم. وتقريبا العالم اللي موجود في القلب اللي هو موجود على الشمال هو نفس العالم اللي موجود في بالي واللي هو العالم بتاع الشواذ، وما اظنش الصراحه ان هنا في حجه عشان حد يقدر انه يفسر لي بيها الموضوع ده. عشان اتكلمت ساعه دكتور سترينج 2 قلت انه كان في عالم تقريبا موجود في السماء، في ناس قالت لي لا ده كوسكوس عادي، فقلنا تمام مفيش مشكله. ساعه الصور لما جيت عشان اتكلم عنه في ناس قالت لي انه الباي فروست المفروض ان هو في الاساس هيبقى على نفس الالوان بتاعت الريمبو، اما بالنسبه بقى لهنا فما اعتقدش انه في اي سبب هيخليك ان انت تجيب قلب جواه العالم بتاع الشواذ. هنا ملهوش اي علاقه باي حاجه ولا بثور ولا فالكري ولا اي حد، فهو كده ملهوش اي تفسير غير ان هو دعم للشواذ، لان هو ولا كمان ليه علاقه بايرون مان ولا بلاك ويدو. بنشوف بعد كده مجسم لانت مان وهو بيكبر، وده ريفرنس على الحركه اللي عملها في انت مان اند ذا واسب لما هو كبر ساعتها في الحجم. وبنشوف جنبه موجود اوكواي من فيلم بلاك بانثر واللي هتظهر برضه في بلاك بانثر 2، وبالمناسبه اتاكدت ان هي هتكون شاذه. وبنشوف على اليمين موجود دراكس واللي بالمناسبه حاسس ان هو هيموت في جارديانز 3. بنشوف مشهد تاني بيظهر فيه واحد لابس زي دراكس، وجنبه بنشوف فيه كتاب مكتوب عليه ذا بيتر كويل ستار بوي ستوري كريفرنس على ستار لورد او بيتر كويل من السلسله بتاعت جاردنز اوف ذا جالاكسي. بنشوف فيه تيشيرت مكتوب عليه اسجارد برايد او الاعتزاز باسجارد، وكلمه برايد هنا مكتوبه بخط قوس قزح، فالله اعلم هم قصدهم على ايه، دعم للشواذ ولا ده ممكن يكون ريفرنس على الباي فروست من الافلام بتاعت ثور. بنشوف فيه واحد بيبقى قاعد بيبيع تذاكر لنيو اسجارد، ودي ريفرنس تقريبا على اسجارد الجديده اللي احنا المفروض هنشوفها في الفيلم بتاع ثور اللي هو ثور لافان ساندر. بنشوف بعد كده مكان لكابتن مارفل بتبقى كمال واقفه قدامه عشان دي القدوه بتاعتها بقى والكلام ده، وطبعا هي بتبقى سرحانه. وبعد كده بنشوفها ان هي بتطلع التليفون عشان بيتم رصد حركه عندها في البيت، وساعتها بنشوف ابوها وامها وهم قاعدين في البيت، واظن انتوا فاهمين اللي حصل ساعتها مش محتاج ان انا اشرح. بس على حسب كلام الناس في ناس قالت لنا ان الكلام ده غلط، لان كده بيتقال ان هو العرب يعتبر الناس متخلفين او المسلمين يعني، وان هو واحد يهودي زي برون عامل اجهزه تسنط وتجسس على البيت بتاع كمالا وهي موافقه، وكمان اللي ابوها وامها هيعملوه مع بعض هيبقى برونو ده قاعد بيتفرج عليه، فده بيبين المسلمين ان هم هبل. الموضوع ده انا هتكلم عليه برضه في الاخر عشان انا الصراحه زهقت من كميه الهبد اللي قاعده بتتقال دي. بتظهر بعد كده زوي زيمر في نفس المعرض وبتبقى لابسه الكوز بلاي بتاع كابتن مارفل، ثم كمالا بتلبس الكوز بلاي بتاعها، وبنشوف برضه برونو بيتنكر بس هو مش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيلبس بالطو على اساس ان هو بيتنكر في بروس بانر. وبنشوف وراهم في اتنين متنكرين في الشكل بتاع ايرون مان والشكل بتاع كابتن امريكا بالستايل بتاع ماينكرافت. بنشوف بعد كده كمان لما بتلبس الاساور بتظهر قوه عليها وهي بتلاحظ القوه دي، ثم بعد كده بنشوفها بتدخل عالم بيبقى فيه صوت موسيقى غابه، حسيته كده ان هو ليه علاقه بواكاندا، وزي ما قلت ساعه تحليل الاعلان بيبقى فيه ناس ماسكين في ايديهم رمح وتقريبا دول برضو من واكاندا، ولون المكان برضو لونه بنفسجي بيبقى بنفس لون المكان اللي بلاك بانثر ظهر فيه لما راح عشان يقابل ابوه. بنشوف بعد كده كمان وهي بتستخدم قوتها من غير ما هي ما تتحكم فيها وبطريقه عشوائيه بنلاحظ ان كل الناس قاعده بتصورها، ثم بعد كده بتستخدم قوتها وبتخبط بيها راس انت مان والراس فعلا بتقع وبيسبب مشاكل قدام، زي ما احنا ما بنشوف ان هو بيبقى فيه مجسم للميونير بيخبط في زيو زيمر وهي بتبقى قاعده بتتكلم مع كمالا، وزيو ساعتها بتقع لكن كمالا بتنقذها عن طريق ان هي بتكبر ايديها زي بالظبط ما هي انقذت زيو زيمر في الكوميكس. بس هنا الفرق بين الاتنين ان هنا في المعرض وفي الكوميكس كانت هتقع في نهر. بنشوف بعد كده كمالا وبرونو بيمشوا من المعرض بعد المشاكل دي كلها ما بتحصل، وبرونو ساعتها بيساعد كمالا على انها ترجع بيتها من الشباك بتاع الاوضه، ولما كمالا بتدخل بنشوف ان هي امها بتشوفها وهي داخله من الشباك وبتلومها ساعتها ان هي هربت من البيت عشان تروح المعرض، ثم كمالا بتنام على السرير وبتستخدم القوه الجديده بتاعتها، وكده المفروض الحلقه خلصت. اما بالنسبه للكريديتس اللي هي بتظهر في اخر الحلقه فاحنا بنشوف فيها تصميم باسم ويلكم تو جيرسي سيتي اللي هي المدينه بتاعت كمالا خان، وبعد كده بنشوف تصميم للمشروب عليه اللوجو بتاع المحل بتاع سيركل كيو
اللي هو يعتبر المقر بتاع كمال خان في الكوميكس، واللي شفناه هنا برضو في الحلقة دي، واللي المفروض برضو شغال في برونو. ثم لقطة سريعة العربية او شاحنة مكتوب عليها تراستا برو، وده يعتبر ريفرنس على العصابة اللي هي كانت موجودة في المسلسل بتاع هوكاي، كانت برضو بتستخدم نفس الشاحنات دي، ودي نفس الشركة بتاعتهم. ثم بنروح للتصميم لميس مارفل، وده كان موجود على غلاف كوميك ميس مارفل اصدار 2014 العدد رقم 1. ثم مشهد للخوذه بتاعت كابتن مارفل اللي هي كانت عاملاها ولابساها في المسلسل. ثم بعد كده بنروح لمشهد وفي برج ورا طويل، واعتقد ان هو البرج الطويل ده هو بتاع توني ستارك اللي احنا شفناه برضه في سبايدر مان فار فروم هوم، وممكن يكون كينج بين هو اللي اشتراه في العالم بتاع الام سي يو دلوقتي. وحاجه زي كده لو حصلت فاحنا كده اكيد هنشوف اتحاد دير ديفل مع سبايدر مان ضد كينج بين، لكن الخوف كله لو هم نخلوا دير ديفل يكون شخصيه طفوليه عكس اللي احنا شفناه على نتفليكس. وبنشوف تصميم تاني لكابتن مارفل، وما زلت حاسس برضه ان هي هتظهر في المسلسل ده مش عارف ليه. وبنشوف تصميم مكتوب عليه ستودنت، والناحيه التانيه مكتوب عليه درايفر كريفرنس على ان كمال في اول الحلقه كانت لسه بتتعلم السواقه وهي طالبه. ثم تصميم للايد بتاعت ميس مارفل كريفرنس على الحركه اللي هي عملتها في الحلقه لما هي لحقت بيها زوي زمار، وسواء كمان في الكوميكس او في الحلقه. بنروح بعد كده للبوست كريت سين، وبيظهر فيه الايجنت كليري من فريق دي او دي سي، وده نفس الشخص اللي ظهر في سبايدر مان نو واي هوم، وكان بيحقق مع بيتر وانت ماي وند وام جي على موضوع قتل ميستيريو في احداث سبايدر مان فار فروم هوم. وبيظهر هنا هو موجود في الاسم، وبيتعرض عليه الفيديو اللي الناس صورته اللي هو بتاع كمال خان اللي هو كان موجود برضو في المعرض بتاع الافنجرز. بس انا هنا حاسس من ردة فعله ان هو بارد في رده، يعني مستغربش قوي او كده، او عمل رد فعل مثلا عصبي، او بان عليه اي علامه من علامات الاندهاش، لا ده هادي جدا. وحتى كمان برضو جالي احتمال ان هو ده ممكن يكون سكرول زي ما حصل مع نيك فيوري في سبايدر مان فار فروم هوم. ولو هو فعلا طلع سكرول وعرفنا خلال المسلسل ده فاكيد هنكتشف الحياه كلها في المسلسل بتاع سيكريت انفيجن. وكمان حاسس ان هو تقريبا هيطارد كماله عشان ياخد منها الاساور دي، وتقريبا هو عارف حاجة عن الاساور. كل دي احتمالات احنا لسه مش عارفين ايه منها الصح. وكمان بنشوف في المكتب اللي هو موجود فيه في صوره للممثله اللي هي عامله الدور بتاع تيتيانا في المسلسل بتاع شي هالك، من ضمن الصور اللي موجوده في الاسم واللي هي المفروض للناس اللي هم مطلوبينه كده. فتقريبا في اخر حلقه هيبقى في ربط بينه وبين المسلسل بتاع شي هالك، او ممكن العكس كمان يكون في ربط بين شي هالك وبين ميس مارفل. ودلوقتي احنا وصلنا لاخر الفيديو، فنتكلم على المشاكل اللي كانت موجوده في خلال الحلقه دي واللي هي اغلبيتها بتخص الدين. اول مشكله واللي هي المشكله بتاعت امير وهو قاعد بيسمي كتير على الاكل، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ بالنسبة لنا احنا كمسلمين فلأ، احنا مش بناخد حوالي نص ساعة ولا ساعة واحنا قاعدين بنسمي على الاكل، لان بالعقل فعلا الاكل هيبرد. وطبعا لو الاكل برد فانت هتروح عشان تسخنه تاني، ولما تسخنه وديك عشان تسمي نص ساعه تاني، فالحوار مش منطقي. فاحنا كمسلمين مش بنعمل الكلام دوت اللي ظهر في المسلسل، هي بتبقى جمله واحده وخلاص خلصنا، واللي هي بسم الله وخلاص وتبدا اكل. وحتى كمان لما انا قلتها دلوقتي تقريبا خدت حوالي نص ثانيه اللي هو خلاص انا هبدا اكل، يعني في ايه؟ انما مش هقول خطبه طويله عريضه. بالنسبه للنقطه التانيه بتاعت زوي لما هي بتشوف اسم كمان مكتوب بالعربي على السلسله بتاعتها، فزي ما انا ما قلت الحوار فعلا مش منطقي ان الناس تيجي تتكلم عليه وتقول عشان دي عربيه فزوي سابتها مشيت. الحوار مش كده، ارجع شوف المشهد تاني هتلاقي الاتنين من اول ما وقفوا مع بعض هم مش عارفين يتكلموا ولا يقولوا ايه. وانت اكيد لما تيجي تقف وسط اصحابك وهم مش بيتكلموا معاك وكلكم قاعدين بتبصوا لبعض، كل واحد المفروض هيروح يشوف مصلحته، دي حاجه بالعقل ولا ليها علاقه بدين ولا ليها علاقه باي حاجه. انت شوف طريقك وانا شوف طريقي، لو في حاجه مهمه هنقف نتكلم. بالنسبه للنقطه بتاعت امير لما دخل الاوضه بتاعت كماله من غير ما يخبط عليها، والناس اللي قالت انه ده زنا محارم والكلام ده، انا معرفش ايه اللي جاب ده اللي جاب الحوار ده للحوار ده. بس ممكن اقول لك ببساطه ان النقطة دي اتكررت في افلام ومسلسلات امريكية كتير، فاللي هو ملهاش علاقة ولا بدين اسلامي ولا مسيحي ولا يهودي ولا ايا يكن، ملهاش علاقة بالدين اصلا. يعني انا عن نفسي ممكن افتح الباب على حد من غير مخبط عادي، بس ساعتها مش هبقى واخد بالي، فعادي يعني يا جدعان ايه المشكلة. بالنسبة للنقطة بتاعت كمالة هربت من البيت عشان تروح المعرض بتاع الافنجرز، واللي فيه ناس معرفش ازاي سبحان الله ربطوها ان هي كده واحدة كافرة وخارجة عن الملة ومعرفش ايه، ودي تعتبر عار على الاسلام ان هي بتهرب من البيت ومن اهلها المسلمين عشان تروح معرض الكفرة. ايه اللي خلى المعرض ده معرض كفرة وايه اللي جاب النقطة دي للإسلام؟ أنا مش عارف. لو أنت جيت عشان تفكر بالعقل فأنت هتلاقي إن هي أم كمالة كانت موافقة إن هي كمالة تروح المعرض بس تاخد ابوها معاها، ودلوقتي احنا شفنا ان هي كمالة راحت لوحدها. في الحالتين هي راحت نفس المعرض وما عملتش اي حاجه غلط موجوده هناك، وانا قصدي بحاجه غلط هنا ان هو حاجه مش مظبوطه او حاجه حرام، لا هي راحت المعرض وخلصت المعرض وبعد كده مشيت، ولا شفناها خرجت عن المله ولا شفناها اتكلمت في ناحيه الدين اصلا ولا الكلام ده كله. فانا مش شايف الناس اللي هي ربطت النقطه دي بالدين الناس دي بتفكر ازاي الصراحه. هي كحركه تعتبر حركه مش حلوه لما اهلك يربوك على حاجه ويمنعوك من حاجه وانت تروح تعمل الحاجه دي كحركه، اقول لك حركه مش حلوه، انما انت تيجي تربطها بالدين فالصراحة دي هتبقى فيها شوية هبد.
وخصوصا لو هي مش منطقية. بالنسبة للنقطة الأخيرة واللي هي بتاعت برونو إن هو مراقب بيت كمالة، فلو أنت تركز في الحلقة المفروض يعني هتلاقي إن هو برونو ركب الكاميرات دي في أماكن معينة عشان يشوف أهل كمالة، لكن هو محطهاش في أوضة النوم بتاعت منيبة ويوسف، يعني دي حاجة بالعقل. ففين حوار الدياسة أو الكلام ده اللي الناس كانت قاعدة بتقوله؟ أنا مش شايف الصراحة إن هو هنا في ربط. هما كانوا بيقولوا عايزين يراقبوا البيت عشان لو في حد دخل الاوضه بتاعت كماله ساعتها يعملوا ان هو في حركه موجوده في الاوضه، على اساس يعني ان هي كماله ما زالت ان هي موجوده والكلام ده. ده اللي انا شفته، انما غير كده برونو اساسا هم عارفينه، وهو اساسا باين عليه ان هو مش واحد اللي هو مثلا شمال او كده، ده واحد كماله طلبت منه كده عشان تقدر ان هي تروح المشوار بتاعها وترجع تاني. فايه العلاقه بالدين والربط والكلام ده كله؟ الله اعلم. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو هحط لك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وبيس.